عقد اليوم اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وقد أكد معالي وزير الخارجية في كلمته أن العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية ستظل نموذجا للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدما وازدهارا في شتى المجالات، وإنما أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومنوها إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد تعاونا وثيقا في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية، وأن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية، مشددا على أن جمهورية مصر العربية لن تسمح بزعزعة أمن مملكة البحرين. وعبر معالي الوزير عن عميق التقدير لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة ودورها الرئيس في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي، منوها بشكل خاص بمواقفها الأخوية الثابتة والداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين ومساندة جهودها في كل ما تتخذه لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب. جدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والمتضمن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر. من جانبه عبر معالي السيد سامح شكري وزير والوزير الخارجية المصري عن شكره وتقديره لأخي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تعد نموذجا يحتذى به والتي تستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية. هذا وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ومعالي السيد سامح شكري بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وهي كالآتي: اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، مذكرة لتفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة لشؤون القنصلية، مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، برنامج تنفيذي لعامي 2019 و2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية.